تعادل سلبي بعد شوط مثير وسيطرة أهلوية وأهداف ملغية. كابتن علاء ميهوب، شفت إزاي الشوط الأولاني؟ شوط عصبي جدا، واضح العصبية مسيطرة على أداء الفريقين. يمكن أداء النادي الأهلي أحسن، ضاغط وفرص كتير ضيعة وفي أهداف مش هنتكلم عليها. طبعا موجود معنا كابتن نصر هو أقدر واحد يتكلم فيها، لكن برضو في حتة عصبية في ده لعيبة النادي الأهلي، لازم يبقى فيه هدوء شوية. النادي الأهلي عايز يجيب هدفه بسرعة، مش عايز يوصل لكل مباراة إن هو بيعدي ربع ساعة و25 ويبدأ يخش الشوط الثاني والوقت يبدأ يعدي. لكن سيطرة النادي الأهلي مسيطر، بس يعاب عليهم برضو في كور طويلة كتير ملهاش، يعني أنا شايف ملهاش أي داعي خالص. مش شرط أنا بلعب رصاصة حربة ألعب كله كرة طويل، ما ينفعش، لازم آخد استعمال الجناب كويس قوي. لكن برضه عندك مشكله في الجناب، ان اجاي لحد الان بعيد كل البعد ايمن، فمعطل الناحيه الشمال تماما. علي معلوم ما طلعش مثلا غير مره ولا حاجه. على الجانب الاخر التفاهم بين محمد هاني واحمد الشيخ مش هو المرجو، صح؟ لانك انت بتلعب، انت المطلوب من 4 4 2 دي ايه؟ لازم الاجناب بتاعتك تشارك كويس جدا. عندك رصاصة حربة وشرحناه قبل الاستوديو، عندك رصاصة حربة بيجيدوا العاب الهواء تماما، هما الاثنين وهما الاثنين بيحاولوا، الاثنين بجد اكتر اثنين بيتحركوا بيحاولوا يخلقوا فرص، كان مروان او بادجي. لكن المساعده على الاطراف ايمن مفيش، عشان كده تلاقي الانتاج او الخطوره على المرمى مش زي ما انت متخيل، ضعيفه جدا مع فريق بيحاول ويجاهد يدافع على قد امكانياته. على قد امكانياته، بس هو يعني اكتر حاجه بيعملها النادي المصري اللي هو استنزاف الوقت وبيلعب كور طويله على يعني ممكن حاجه، لكن مفيش اي خطوره خالص للمصري. لكن اللي بتمناه الشوط الثاني ان النادي الاهلي ما يستعجلش المكسب ويبدا يلعب كور طويله. دلوقتي في واحد زياده، عندك كمان زياده عدديه في الملعب، لازم تبان يا ايمن في كل شبر في الملعب، لازم يبان الزياده دي من اول الشوط الثاني. والزياده ما تنفعش بكور طويله خالص، بالعكس طبعًا. ده انت كده عندك فرصه انك دايما كرة بقى تستلم من واحد من رجل لرجل، وتدور على المساحه الفاضيه ممكن توصل يعني للحدود اللي انت بتدور عليها. لكن كور طويله مع فريق هيدق، اتفضل. بس لازم يكون في سرعه في تحضير الهجمات، لازم. ما هي ايمن، ما عشان تحضر الهجمه لازم تبقى صح الاول. احنا بنزهق فبنلعب كره طويله. أيوة. وده مش مطلوب حتى من عند رامي ربيع. لازم، انا قلتها قبل كده في الاستوديو، مشكله لعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي حاليا ما فيش حد في الملعب بيتكلم. لازم حد يبقى موجود بيتكلم في الملعب لما يلاقي حاجه في احنا مستعجلين شويه، لازم يهدي الاداء، لازم يا جماعه نهدى شويه يبدا يلعب. ما فيش يا ايمن، هي دي مشكلتنا على فكره. ودي مشكله مش سهله بالمره. لازم قائد في الملعب يتكلم، يبدا يحرك الناس. ممكن القائد ده ما بيلعبش اكتر ما هو بيتكلم. حرك يوسف وهاني وعادل لازم، هي ده هو ده المطلوب. لان هو شايف واضح دايما يبقى لعيب كره الناس كلها بتثق فيه. بس كلامه يبقى صح، اكيد بالظبط فاير في الملعب. لما يلاقي حاجه غلط يبدا يقف ويبدا يتكلم تاني. لكن لازم النادي الاهلي بهدوء، مش بغير تصرف، بهدوء يدور الاول على هدف الاول، بس بهدوء واستغلال الاطراف كويس. كابتن محمد، الكابتن علاء قال ان الاطراف عندنا معطله، وانت اصلا حاطط اتنين راس حربه. مستر فايلر يعمل ايه الشوط الثاني علشان الاطراف بتاعتنا دي تبتدي تشتغل على طول؟ يدي تعليمات لاحمد الشيخ وجونيور اجاييه يخشوا جوه الملعب شويه. احنا في عدم وجود قفشه مفتقدين حته توصيل الكره للثلث الهجومي، او بمعنى اصح لعب اللعب الغير متوقع اللي ممكن يعملوا لك قفشه، يعملوا لك صالح جمعه، يعملوا لك وليد سليمان. طيب لو انا كده وفي عدم وجود قفشه جوه الملعب، يبقى لازم جونيور اجاييه واحمد الشيخ يسيبوا اطراف الملعب شويه ويقربوا، عشان حمدي فتحي والسولية دلوقتي بقى حمدي فتحي وقفشه نزل، يبداوا يلاقوا يعني، فاهم قصدي، يستلموا. أيوة. يبداوا ينقلونا. احمد الشيخ في الشوط الاول معظم الوقت واقف على الخط بره مسلم نفسه لعمر كمال، وبالتالي معظم الكرات اللي بيستلمها احمد الشيخ بيبقى مضغوط عليه من عمر كمال، يا بيرجع بيروح نازل بالكره تاني لمحمد هاني، او بيرجعها على حمدي فتحي، او بيرجع على رامي ربيعه. مفيش اللي هي حته الاستلام وان انا اخش على الخط الظهر بتاع النادي المصري. برضو جونيور اجاييه نفس الكلام. انا لما دخل جونيور اجاييه ودخل احمد الشيخ، ولازم فايلر يقول لهم بين الشوطين ان هما الاثنين دول لو دخلوا جوه قلب الملعب شويه، اولا هيفتح الاطراف، يبدا علي معلول يطلع بشكل فيه رياحيه اكتر شويه، ومحمد هاني يبدا يطلع. محمد هاني يمكن طلع كره واحده بس الشوط الاول، ايوه، او كورتين. علي معلول برضو ما كملش قوي للثلث الهجومي، بيعمل الكروس من بدري شويه، من قبل ال 18 ب 10 يارده ولا حاجه.
فالنقطه دي مهمه جدا. النقطه الثانيه الكرات العاليه زي ما قال الكابتن علاء بنلجا لها، بنستسهل يعني، رامي خلاص بيستسهل، ياسر ابراهيم بيستسهل يقوم حاطط الكره عاليه عشان عارف اللي قال يوبادجي طويل وبياخد الكرات العاليه، ومروان محسن برده مميز في الكرات العاليه فبيروح عاملها طويل. لا احنا المفروض نلعب على الارض ونستلم، المفروض زي ما قلت لك احمد الشيخ وجون جي يبداوا يستلموا. انا شايف ان هيحصل تحسن، تحسن كبير جدا مع وجود قفشه في وسط الملعب. ليه بقى قفشه؟ احنا خلي بالك يا كابتن ايمن هتتحول الطريقه غصب عن يعني في وجود قفشه لأربعة واحد أربعة تلاتة اتنين، أربعة واحد تلاتة اتنين. ليه بقى؟ لأن هتبص تلاقي قفشة هيطلع وإحنا معانا الكرة هيبدأ رجله تاخده لقدام، فيبقى عندك جونيور أجاييه وقفشة وأحمد الشيخ واتنين راس حربة. فأنا متوقع الشوط التاني هيبقى لينا كثافة هجومية، شكل هجومي مختلف خالص عن الشوط الأول. ليه؟ لأن هي كان السولية وحمدي فتحي اتنين ديفندرات، اتنين واقفين مع كمان قفلة رمضان سوري مروان وبادجي في برضو قافلين الحتة دي، فما فيش مساحات يبدأ يطلع فيها السولية. دلوقتي قفشة لما هيتقدم شوية هيبدأ يخلق يعني نوعا ما شكل هجومي أكتر. طب هنتكلم على دكة البدلاء والأوراق اللي بره، وهل مستر فايلر ممكن يلجأ ليها مع الكابتن عادل؟ ولكن بعد هذا الفاصل. برحب بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وكنا بنسال الكابتن عادل قبل الفاصل على دكه البدلاء، وهل ممكن مستر فايلر يلجا لتغيير مبكر من بدايه الشوط الثاني؟ وارد، هو في تغيير اتعمل، تغيير القفشه بالسوليه، يعني لو مستر فايلر يحلم بالتغييره دي بس مش هتعمل كده. بس ده تغيير كان بسبب عمرو السوليه، وعايزين يطمن المشاهدين، وعمرو السوليه عنده تشخيص مبدئي شد في العضله الاماميه، فده يعني رب دارة النافعة. يعني هي المباراة دي ما كانش هتحل غير بكده، يا إما تشيل تستغنى عن واحد من راسين الحربة وتلعب برقم 10، يا إما الاثنين اللي في نص الملعب يبقى فيهم رقم 10، يبقى فيهم لعيب مواصفات رقم 10 كويس، وتوظفت بشكل كويس جدا إن لعيب رقم 10 نزل وكمان في حالة طرد حصلت، فبالتالي هيبقى فيه لعيب زيادة في نص الملعب، ودي تزيد أكتر لو وليد سليمان نزل. لسه هسألك الشيخ، هل ممكن وليد سليمان نشوفه بقى بداية الشوط الثاني؟ ممكن، وارد جدا، والطريقة تبقى 4-2-2-2، الاثنين يبقوا موجودين من جوه، بدل ما الكابتن يوسف اتكلم فيها كويس، يعني اتكلم فيها بشكل كويس، لو وليد سليمان وجونيور دخلوا جوه الملعب هتفرق كتير جدا، لان انت هتصعب على فرقة المصري ان هم يراقبوهم. وفي حاجة تانية، حتى لو اتراقبوا في ظل النقص العددي هيبقى عندك هاني وهيبقى عندك علي معلول عندهم زيادة، هتلاقي في واحد فيهم زايد. وهتلاقي حاجة تانية، ان بقى عندك اتنين صناع لعب في خطوط مختلفه. الاول كان بيبقى عندك لعيب رقم 10 فهو في الخط تحت راس الحرب تحت فيرود. أيوة. دلوقتي بقى عندك اتنين صناع لعب، منهم واحد في الخط الثاني وواحد في الخط الثالث، لو انت 4-2-3-1 او 4-2-2-2 اربع خطوط، بقى عندك اتنين صناع لعب، بقى عندك صانع لعب رقم 10 في مواصفات في بيلعب رقم 8 اللي هو قفشه، وبقى كمان وليد سليمان موجود. وكمان في حاجه نقطه مهمه، الكور الثابته، وليد سليمان هينفعك جدا في الكور الثابته، ان المباراه دي واضح ان حارس المرمى لسه خبرته مش عاليه، هجوم كويس بس لسه خبرته مش عاليه، مهم جدا ان انت تختبر على طول، دي حاجه لازم اللعيبه، دي مش محتاجه مدرب، اللعيبه اللي جوه الملعب يبقى عندها احساس ان انا عندي حارس مرمى لسه ما عندوش كم خبرات عاليه، لازم اختبره كتير، عندي اثنين راس حربه، لازم الكره تبقى جوه ال 18 كتير كويس، ولازم يبقى في الكره الثانيه جوه ال 18 والكره الثانيه، بس مش من بعيد، ما يبقاش الكره الثانيه كور طويله ناخد الكره الثانيه، لا تبقى حاجات جوه ال 18 من على الاطراف، وهيبقى عندك على الاطراف في لعيب هيبقى زياده على الاطراف في تدويره اللعبه دي، هتلاقي لعيب زياده لازم نشتغل عليه. في العرضيات كلها هتبقى في خطوره، والحاجات الكور الثانيه اللي من العرضيات دي لازم نشتغل عليها كويس جدا، واعتقد لو اشتغلنا على ده المباراه بقى فيها اهداف كتير كمان. ده يجرنا لحاجه ثانيه يا كابتن هاني، ان مستر فايلر اللي بيلعب راسين حربه دلوقتي ممكن نلاقيه في الشوط الثاني مثلا، في نص الشوط الثاني لو الامور فضلت زي ما هي، انه مثلا ينزل صالح جمعه ويطلع راس حربه. والله يا كابتن ايمن، يعني انا مش بصراحه، حتى اتكلمنا قبل الماتش، ان انا مش مع الخطه دي نهائي، انا ما بحبش ان انا خطه اللي هي راسين حربه. بالظبط، يعني انا مش النادي الاهلي اللي هو يلعب كور طويله. مش النادي الاهلي خالص، النادي الاهلي دايما هو عموما في تغيير دلوقتي، وليد سليمان مكان جونيور اجاييه. تمام.
يعني ما فيش برضو تغيير، هو نفس الخطه اللي الراجل هيلعب بيها، لكن الفكره كلها ان انا زي ما قلت لحضرتك الخطه مش النادي الاهلي اللي يلعب طويل، يعني النادي الاهلي دايما معرفنا ان بيبقى فيه 4-4-2-3-1، بيبقى فيه راجل بلاي ميكر هو ده اللي بيلعب الفرقه النهارده. افتقدنا رقم 10 في في في, في الشوط الاول، والمباراه اتغيرت بشكل كبير جدا بعد نزول قفشه، بدات ان انت تمسك كوره، بدا الشيخ ينزل يسقط شويه، بدا اجاييه يبدا ينزل، بقى ليك شكل شويه، لكن اتوقع ان شاء الله الشوط الثاني هيبقى ضغط كبير من النادي الاهلي، لكن لازم يبقى فيه برضو قلق شويه من كونتر الاتاك بتاع النادي المصري، لان النادي المصري برضو بيلعب على الطويل وانت عندك فيه مشكله في خط الظهر، فلو حصل حاجه واستغل الموقف ده ممكن يعمل لنا مشاكل. ماشي كابتن هاني، هنكمل بعد المباراه ان شاء الله، والتوفيق كل التوفيق للنادي الاهلي، ونقابلكم مره ثانيه بعد المباراه.